ينضم إلينا من جديد الخبير العسكري سليمان بن صالح. مرحبا بك سيد بن صالح من جديد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. لعلي أبدأ معك سيد بن صالح مع آخر المستجدات العسكرية التي تجري الآن على محيط طرابلس من قصف في منطقة بوسليم، وكذلك استسلام كتيبة تابعة لحفتر إلى الجيش الوطني، وكذلك إسقاط طائرة. كيف تقرأ هذه المجريات؟ السلام عليكم ورحمة الله، يحييك أخي الكريم وحيي مشاهدي قناتكم قناة التناصح. طبعا مجريات تحدث دائما، وهذه الجبهة لابد من أن يتغير فيها مجريات الأمور بسبب هذا التدافع بين الطرفين للقتال. والحقيقة يعني ما جرى في ليلة البارحة هو أكبر دليل على أن هؤلاء الذين أتوا من المنطقة الشرقية لم يكن هدفهم كما يعني كانوا يقولون أي يشيعون للناس بأنهم جاءوا لتحرير العاصمة من الميليشيات، وأنهم جاءوا لتحرير العاصمة في مرات أخرى من الإرهاب. ولكن يعني إذا استثنينا أن هذا لم يكن إرهابا الذي فعلوه ليلة البارحة، فما هو الإرهاب الذي يعني سيحررون العاصمة منه؟ يعني حتى الميليشيات التي كانت موجودة في داخل العاصمة لم تقفل العاصمة بالصواريخ، ولم تفجر القنابل بين السكان، ولم ترعب السكان بأي نوع من هذا الذي يستخدمونه الآن. ولذلك أعتقد أن الآن التوت قد سقطت، كل ادعاءاتهم أصبحت باطلة حتى لأنفسهم، وأصبح كذبهم مكشوف وواضح للعيان. هؤلاء يستخدمون أسلحة عمياء، أسلحة لا تفرق بين مدني وعسكري، يرسلونها في ظلام الليل لتهبط أو لتقصف مواطنين آمنين يقومون في شققهم وفي دور سكناهم، فتقتل الأطفال وتشرد يعني وتثير الرعب والفزع بينهم. ولذلك أعتقد أن ما حدث ليلة البارحة هو عنوان كبير جدا لهذا الهجوم، والحقيقة يجب أن يخرس كل من يقول أن هذا جيش وأن هذا جاء لتحرير العاصمة من الميليشيات. ليس هناك ميليشيات في العالم تفعل ما فعلته هذه الميليشيا فعلا، والتي هي ليست ميليشيا فقط وإنما هي عصابة، وعصابة مأجورة، وعصابة بدون أخلاق، وعصابة بدون دين، يقتلون أبناء بلادهم وأبناء شعبهم بهذه الصواريخ، لا لشيء، بهذه الصواريخ لا لشيء إلا ليتمكن هذا العجوز الخرف من الاستيلاء على السلطة في ليبيا، وليكون حاكما لليبيا تنفيذا لرغبات أسياده في منطقة الخليج الذين يدعمونه بالمال ويدعمونه بالاستخبارات ويدعمونه بما يطلبه من أدوات الدمار والقتل. نعم سيد بن صالح، هل بإمكان النزاع المسلح إنهاء الإشكال في ليبيا كما يظن البعض؟ يا سيدي الكريم، هذا يريد أن يستولي على ليبيا بأي طريقة، وطالما أن هذا الخرف موجود في ليبيا وما زالت أحلامه تراوده بالسلاح على السلطة في ليبيا، فلن تهنأ ليبيا ولن يأتي عليها يوما وتجد الهناء أو الاستقرار. يعني استقرار ليبيا مربوط، وأنا أقولها بكل صراحة، استقرار ليبيا مربوط بزوال هذا الهمجي بأي طريقة من ليبيا، سواء كان بالموت، بالقتل، بالحبس، بأي طريقة إن كانت، المهم ينصرف هذا المخلوق المهتوع الذي يعني عاث في ليبيا فسادا في المشرق ثم في الجنوب، والآن ينتقل بفساده وخرابه إلى المنطقة الغربية. الشعب الليبي يعني ليس هناك مشكلة في أن يتفاوض ويجلس إلى طاولة الحوار، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يخرج بتوصيات في المؤتمر الجامعة، ولكنه يرفض كل ذلك ويعتبر كل ما يحدث خلاف توليه أو خلاف جلوسه على عرش السلطة في ليبيا كله باطل. ولذلك طالما أن هذا المخلوق موجود في ليبيا فإن ليبيا لن تهنأ ولن تستقر ولن تهدأ الأمور فيها، وسيظل الاقتتال، لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا بالاقتتال على الدم، يعيش على الدم، وإما يكون هناك سفك للدماء وإزهاق للأرواح، وإما أن يكون هو جالسا على كرسي السلطة في ليبيا ليرهن ليبيا لأولئك الذين يدعمونه في المنطقة، في منطقتنا العربية. هؤلاء الذين يرون في الشعب الليبي كقطيع غنم ولا يستحق أن يعيش حياة كريمة في دولة ديمقراطية، قطيع غنم، ولم يختاروا لأن يكون على رأس هذا القطيع إلا هذا المعتوه. نعم. ليتمكنوا من خلال هذا المعتوه من السيطرة على ليبيا وتسييرها تحت
يعني رغباتهم وتحت أهوائهم، وليكون الشعب الليبي مرهون لهم بشكل كامل، لأن هذا الرجل لا يرعوي ولا له يعني مشكلة في أن يرهن الشعب الليبي بكامله للسلطات المصرية أو لحكومة أبوظبي من أجل أن يكون هو على هذا أو على رأس السلطة في ليبيا. نعم، سيد بن صالح، اليوم في ليبيا كل شيء منقسم، المؤسسات السياسية وكذلك المؤسسة العسكرية، وهناك ضباط منقسمين بين من أي طرف ويعارض طرف. يعني في ظل هذه المعطيات، هل يمكن بناء المؤسسات السياسية وإعادة بناء الجيش من جديد برأيك؟ هو لا يعترف بجيش إلا الجيش الذي ينضوي تحت إمرته وتحت قيادته، ولا يعترف بعسكري إلا العسكري الذي يطيع أوامره ويقول نعم سيدي. هو يريد مؤسسة عسكرية يعني تلعق قدمه، ليست مؤسسة عسكرية حقيقية، بل مؤسسة عسكرية تنفذ تعليماته وأوامره. هذه المؤسسة العسكرية التي يريدها، لا يريد مؤسسة عسكرية حقيقية بمعنى الكامل للمعنى، يعني ليس لها هدف إلا حماية الوطن، ولا لا ولا لها إلا للوطن إلا لله ثم للوطن. هذا ما يريده هذا الخرف، ولذلك طالما أنه موجود على رأس هذه المؤسسة التي يتزعمها، فلن يكون هناك أي يعني توحيد لهذه المؤسسة، لأن هناك ضباط شرفاء الحقيقة، وهناك جنود شرفاء يرفضون رفضا قاطعا وتاما بأن يكونوا من ضمن هذه المؤسسة العسكرية التي يترأسها هذا الخرف. ولذلك أعتقد أنه لا مجال أبدا ولن يكون في يوم ما هناك توحيد للمؤسسة العسكرية طالما أن هذا الخرف موجودا على رأسه. نعم، ما بعد اليوم العاشر سيد بن صالح من دخول حفتر أو محاولة حفتر دخول العاصمة، يعني إذا استمرت هذه الحرب في العاصمة، ما التبعات التي تنتج عنها؟ سيدي الكريم، أنتم ترون الآن عشرات الألاف من المهجرين، القصف على الأحياء السكنية، يعني ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، انقطاع الكهرباء، يعني تدمير للبنية التحتية للمباني. هذه الحرب التي جاء بها الخرف حفتر نقلها من المنطقة الشرقية بعد أن دمر أكثر من ثلث بنغازي، وثم انتقل إلى درنة ودمر أكثر من ثلث درنة، ثم نقل الحرب إلى الجنوب وعاث في الجنوب فسادا، وهو الآن بحجة تخليص طرابلس من الميليشيات يريد أن تتدمر هذه المدينة أيضا وتلحق بأخواتها، ويكون الشعب الليبي يعني يحيا حياة ملؤها دمار وخراب وقتل وموت وسفك دماء. هذا ما يريده هذا الخرف، وإلا يعني لماذا هذا كله؟ أمن أجل أن يكون هو على رأس هذه السلطة؟ يعني يضيع الشعب الليبي وتضيع ثروات ليبيا وتضيع حتى هيبة ليبيا بين الدول الأخرى. يعني هذا الخرف، وأنا الحقيقة يعني أتعجب في من يؤيده، وخاصة من أولئك الضباط الذين يعني هم من أصل المؤسسة العسكرية. لماذا أنتم مع هذا الخرف؟ لماذا أنتم تقتلون يعني أو تساعدون هذا الخرف على قتل أبناء بلدكم وتعيتون فيها خرابا ودمارا؟ نعم، وصلت الفكرة. سليمان بن صالح الخبير العسكري، كنت معي من مصراتة، شكرا جزيلا لك. أعلن